المرحلة الثالثة بدأت باليوم بعد ما انتهاء الدور الثاني. الإقبال شديد، الإقبال شديد جدا في أول يوم النهاردة للمرحلة. الطلبة جاية تسجل، طبعا الطلبة عندها طموحات أكتر من المعروض، يعني في ناس بتدور على كليات مش واردة خالص طبعا في الدور الثاني. أغلب الكليات المتاحة اللي هي كلية الأداب انتساب والانتسابات التجارة والأداب والحقوق وكده هو. والمعاهد طبعا لا بتقبل بكام في المية دي مش هنقدر نكلمك عليها عشان لما تخلص المرحلة، لأن برضو مش عارفين، أنا مش عارف التوزيع الهرمي بتاع المرحلة التالتة دي شكلها إيه. تملي الناس تقولي أنا مجموعي هيخش كذا، أقول والله أنا ما أقدرش أقولك، لكن أنت اللي عليك إن لازم تكتب رغبتك بالرغبة اللي أنت فعلا عايزها ونشوف التنسيق شكله إيه. أنا متخيل إن الإقبال هيبقى زيادة تاني بكرة، بعد كده الدنيا هتخف شوية لغاية 4 أيام. ما زلنا برضو بننسق للدبلومات الفنية والدبلومات المعادلة. الناس بتسأل على تقليل الاغتراب في المرحلة الثالثة. عادة السنوات الماضية كان بيبقى فيه تقليل اغتراب في المرحلة الثالثة، لكن ما عرفش السنة دي هيبقى برضو فيه تقليل اغتراب. احنا عندنا في الدور ده هو الناس ممكن تكون جايبة مجموعة عالية لكن عندها مادة رصبة فيها معايا ولا لا، فممكن نلاقي حاجات شاذة، يعني الناس جايبة مجموعة عالي لكن عندها سقطة في مادة مش أساسية فلكن بتستنى للدور الثاني. يعني اخترت كلية تربية رياضية عشان حابة ادخلها. جبت كلية تربية رياضية حابها تجيلي يعني في اول الرغبات، وبعد كده ممكن تكون اداب انتساب جات لي برضو، او حقوق او تجارة. حقوق وبعد كده اداب. تجارة عين شمس وكارة واعلام متوقع دول ليك. انا كنت عايز اخش اداب جامعه القاهره، يعني لو ما جاش اداب ان شاء الله متوقع يجي لي بتاع ده تجاره او حقوق، مش حل اكتر من كده. انا عايز اخشها حتى لو في محافظه مثلا زي بني سويف واعمل تحويل تاني هنا الحلوان يجيبني. اكتر مشكله قابلكوا اثناء التقديم؟ والله اكتر مشكله طبعا الضغط والزحمه، ومفيش تنسيق على فكره. ففي ضغط جامد قوي وفي زحمه، وبعدين مفيش اهتمام، يعني المفروض يبقى في ترتيب وكده، مفيش ترتيب ولا في اي حاجه. مشكلتي ان بنتي تختاري بتروح زي محافظه وهي تبقى بنت ازاي، يعني مجموعها هنا كانت التجاره واخده من 61 هي جايبه 66، فيعني اقل منها. المفروض ان هم قالوا احنا هنحتفظ بالمكان بتاعها، فين مكانها؟ هو لحد دلوقتي بس الزحام بس الكتير يعني شويه، وبتاخد وقت شويه، الناس مش محضره رغبات الترتيب بتاعهم اللي بيختاروه جوه، فبياخد وقت جوه.